طبعا مفيش ولا لجنة في الطريق هتوقف عربية حسام به علام تفتشها. رخص يا باشمهندس. دي عربية النائب حسام علام. طب افتح الشنطة. هو انت مش سامعني؟ بقول لك عربية النائب حسام علام. وانا بقول لك يا مدام افتح الشنطة. ايه ده يا مدام؟ الحاجة دي بتاعتك؟ لا مش بتاعتي. حضرتك جاية منين؟ أنا جاية من الرحاب وراجع الشيخ زايد. يعني مش جاية من راس صدر؟ راس صدر؟ هو انتوا مين قال لكم؟ اتفضلي معانا يا مدام منار. لا اتفضل معاك. فين؟ انا ما اعرفش اي حاجه وما اعرفش الحاجات دي اتحطت في العربيه ازاي. انا مرات راجل محترم وما ينفعش اتحط في الموقف السخيف ده. اتفضلي معانا. مش هينفع كده، مش هنفضل موقفين الشارع كده كتير. يلا ابوس ايدك. ابوس ايدك، انا مش عايزه فضايا. خد كل الحاجات اللي في العربيه وانا بيني وبينك كده هقول لك على كل حاجه. انا متجوزه وجوزي لو عارف هيطلقني وهتبقى مصيبه. اعتبرني زي اختك واتحطت في الموقف الزفت ده. مدام انا ما اقدرش اعمل لك حاجه، في بلاغ وناس متابعينك من ساعه ما نزلت من بيتك الصبح. اتفضلي. كنت خايفه عليك، كنت عايزه ابعد حمو عنك. عايزه تبقى دي عني ولا عنك؟ والله العظيم كنت هقول لك، والله العظيم كنت هقول لك على كل حاجه، بس كنت مستنيه الوقت، كنت مستنيه ابنك يبقى في بطني، كنت مستنيه حاجة تربطني بك العمر كله. اهي احسن حاجة حصلت في الحدوتة دي كلها اني كشفتك قبل ما ده يتم. لا انا وانت اتجوزنا والاسم مش مهم. ده في عرف مين بقى؟ انت هتخرفي. استنى هنا، استنى، ما تسيبنيش، انا لسه ما خلصتش كلامي. الكلام خلص خلاص يا عسلية. ابوس ايدك يا حسام، ابوس ايدك، ما تسيبنيش، انا ما بقاليش في الدنيا غيرك، ما بقاليش حد يا حسام. انا نسيت اقول لك حاجة مهمة. أنا اللي بلغت عنك.